كل اللي بتقولي عليه ده مش صحيح. أرجوك يا أنكل، أنا خلاص ما بقتش عاوزة أتكلم في الموضوع ده. وبعدين خالد قال إنه بيحبها فعلا. يا حبيبتي خالد عايش في وهم، بيتهيأله إنه بيحبها. على فكرة ما عادش بيشوفها، وأنا متأكد بقى إن البت دي كمان ما بتحبوش. يا أنكل هي ما تهمنيش في أي حاجة، أنا كل اللي كان بيهمني هو خالد، وبعدين هو فعلا بيحبها. أنت عارف إنه ما كلمنيش من ساعتها؟ على العموم دي فترة هتعدي. بكرة تقولي أنكل أشرف قال لي. يا أنكل خالد جرحني قوي. سلام عليك. أنا هسألك كام سؤال وعايزك تجاوبيني عليهم بصراحة. أنت بتحبي خالد؟ كويس أوي أوي أوي. وعايزة تتجوزيه؟ يعني لو هو بيحبني؟ لا، ردي على سؤالي. خلاص انا بقى متاكد ان خالد بيحبك، بس انا عايزك تنفذي اللي انا بقولك عليه، وهتكتشفي بعد كده بعد ما تتجوزيه يعني انه بيموت فيكي. على فكره خالد دبني يهمني قوي انه يتجوز واحده بيحبها، وانا متاكد انه بيحبك، وهتشوفي كلامي ده صح ولا لا. المهم تنفذي اللي هقولك عليه بالحرف الواحد.